senso. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى لكم يوم سعيد وعمر مجيد وعمل سديد إن شاء الله، ورأي حكيم لكل واحد فيكم في أي مكان في العالم، في كل مكان إن شاء الله لنا جميعا. طبعا انقطعت عنكم حوالي 6 أسابيع أو أكثر، كنت بفضل الله سبحانه وتعالى مسافر فيها في 6 دول مختلفة، من باكستان رحت فيها كشمير وبلوشستان إلى كاميرون إلى جمهورية أفريقيا الوسطى، ومن بعدها رحت قطر والكويت والعراق، وها أنا بين أيديكم اليوم في هذا اللقاء. النهاردة اللقاء احنا بنسميه أسباب 10 أسباب للنجاح المجتمعي. احنا مش هنقول حاجات جديدة، لكن امبارح كنا بنحتفل باليوم العالمي لحقوق الانسان، وقبل كده باسبوع او باسبوعين كنا بنحتفل باليوم العالمي للتطوع الى اخره الى اخره. فانا بشكر طبعا الشباب اللي انا بشتغل معاهم، احمد الحيت واحمد الشيخ وعبد الرحمن النحاس ومهر السيد الى اخره، لمساعدتي. انا ليه النهارده بتكلم عن 10 اسباب للنجاح، وحطيت صوره هذا الرجل الكريم، الرجل ذو الصدر السليم، والرجل ذو الحلم الذي أراد أن يحققه الله له قبل أن يموت. وأنا في بلوشستان في آخر الرحلة، وإحنا بقى قعدنا 3 أيام، وإحنا خارجين عدينا على الأخ اللي هو ده لواري، اللي هو أنا متصور معاه جنبه ده، وهو رجل عنده الكافيتيريا بتاعته دي اللي بيقدم فيها شاي في وسط الصحراء، شاي ومية وقهوة للناس كلها، ولما كنتش هو موجود بيسيب الجاكيت بتاعه متعلق، واللي يروح يعمل لنفسه ما شاي وبتاع ده يحط ايه الفلوس في جيب الجاكيت بتاعه. هذا الرجل كان ليه حلم كبير جدا، وانا طبعا بهدي المحاضرة النهاردة للاخ لواري اللي هو من اقليم من شاجي في بلوشستان، في هناك يعني في قرية، طبعا اسم القرية موجودة هنا هو والمحافظة موجودة هنا. كان حلم حياته أن يقابلني قبل ما يموت، حلم حياته كان يقابل أنا قبل ما يموت. حتى لما رحنا له والشباب قالوا له ده فلان الفلاني، قال لهم لا مش مصدقكم انتوا بتكذبوا علي، قال له والله ده فلان الفلاني، وما كانش مصدق أنه هيقابلني قبل ما يموت. ده طبعا بي 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 بينم على نوع من أنواع الأخوة اللي فيها لا مصلحة ولا فيها أي نوع من أنواع الكسب المادي. فلذلك انا بهدي المحاضره النهارده لاخونا لواري، ربنا يديله الصحه ويربي بقى بناته ويعطيه عمر مديد ان شاء الله، وهو عنده جمعيه صغيره ايضا في المنطقه بتاعته بنساعدها احنا ايضا كذلك. انا بتكلم عن 10 اسباب من اسباب النجاح. اول حاجه فيهم، انا مش بتكلم في الدين دلوقتي، ده اخلاق عامه، اخلاق عامه، اللي عايز يدخلها في الدين يدخلها، اللي عايز يدخلها في اي شيء يدخلها. انا بتكلم عن اخلاق عامه لابد ان تكون هي عوامل نجاح العمل المجتمعي الاول. اول حاجه فيها اللي هي سلامه الصدر اللي فوق دي كلها، اللي احنا هنتكلم فيها في الاول على ايه هي الامراض اللي بتكون في صدر كل منا. انا اولكم. اول الامراض انا حطيت هنا حوالي 17 17 او 18 مرض من امراض القلوب، اللي هي من اولها الحسد والحقد والغل والغلول والغيبه والنميمه والكذب والنفاق والخداع والمراءه والبهتان والضغينه والبغضاء والرياء والعجب والخيلاء والكبرياء وفساد ذات البين. عايزين نشتغل مع المجتمع؟ ليه انا بقول الكلام ده النهارده؟ بعد كل الرحلات دي كلها وبعد كل السنين اللي احنا قضيناها في العمل المجتمعي والعمل الانساني، ليه؟ لان في بعض الطفيليات دخلوا العمل العام،
بعض الطفيليات الجرثومية من الناس اعتلوا منصات ليست لهم، بعض الرويبضات الجهلة اللي منهم منافق ومنهم مغالي ومنهم كذا وكذا تصدروا العمل الاجتماعي وتصدروا العمل الإنساني. فأنا برجع بيكم أيها الشباب خطوة لورا كده ونبص، إن أردت أن تعمل وتنجح في العمل المجتمعي داخل مجتمعك أو في أي مجتمع في العالم، فلا بد أن نتبع هذه العشرية اللي أولها سلامة الصدر. سلامة الصدر أنا هرجع وأقول إن في القلب في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. وداخل المضغة دي في نقطة سوداء اللي هي أسباب الأمراض الـ18 اللي أنا قلتهم. يبقى أول أسباب النجاح إن أنا أجاهد نفسي أنا شخصيا. النجاح عمره ما هيكون بالفلوس ولا بالإعلام ولا بالكلام الحلو، كل ده فنكوش. النجاح هيكون بأنت من دخلك إيه، أنت نيتك إيه. أقول الأسباب، أقول الأمراض القلوب، ودي مش كل أمراض القلوب، دي بعض أمراض القلوب. ننظر في أنفسنا، هل نحسد؟ هل نحقد؟ هل كده عندنا يعني يجي لنا الغل كده، عندنا غل ضد واحد كده من الناس، أو عندنا غلول على الغل والغلول؟ هل بنغتاب اللي حوالينا؟ هل بننم؟ هل بنكذب؟ هل بننافق؟ هل بنخادع؟ هل بنتعامل في المراءاة؟ هل بنتكلم عن إنسان ونبهته بهتان؟ هل عندنا ضغينة ضد أحد؟ هل عندنا بغضاء ضد أحد؟ هل بنرائي؟ بنرائي الحكماء، بنرائي الحكام، الوزراء، الملوك، الرؤساء إلى آخره. هل بنعجب بنفسنا لما نعمل حاجة زي ما احنا بنشوف ماتشات الكورة كده، يا ينط بتعمل ايه، خلاص دخل الجون، مش انت مدخل الجون، اللي مدخل الجون الفريق بتاعك كله اللي مدخل الجون، المفروض نتذكر لله شكرا بعد ما تدخل الجون وقبل ما تدخل الجون. هل احنا ماشيين في الشارع كده ماشيين بنزهو بانفسنا ونقول يا ارض تهدي ما عليك يأدي؟ ها، هل احنا عندنا كبر في انفسنا؟ هل احنا بنمشي بين الناس ونفسد بينهم؟ يبقى الحسد والحقد والغل والغلول والغلول والغيبة والنميمة والكذب والنفاق والخداع والمراءة والبهتان والضغينة والبغضاء والرياء والعجب والخيلاء والكبرياء وفساد ذات البين. دي أول نقطة في أو أول سبب من أسباب العشرة للنجاح في العمل المجتمعي. انظري إلى نفسك يا أختي أو يا ابنتي، وانظر إلى نفسك يا أخي أو يا ابني، انظر في هذه 18 نقطة في قلبك قبل ما نخرج للمجتمع، قبل ما نقول احنا هنقف علشان نتحدث مع الناس. نتحدث عن ايه؟ وانا من جوه، يعني مثلا المصري بيقولك من بره هلا هلا ومن جوه يعلم الله. يعلم الله ده يعني ايه؟ يعني كل الامراض دي موجودة فيا، انا بمثل على الناس، انا بكذب على الناس، ها؟ ما ينفعش، لن ننجح حتى ولو انتفخت ها حساباتنا في البنوك وهمية، كلها وهمية. إن أردت أن تنجح فعلا لكي تبني مجتمع، فأول شيء بيكون عندنا هو سلامة الصدر. زي ما كان في ليلة من الليالي الرسول صلى الله عليه وسلم لقى دخل كده وقال إيه، سأطلع عليكم رجلا من أهل الجنة. فدخل واحد راجل عادي، تاني يوم سأطلع عليكم رجل من أهل الجنة، دخل تاني يوم فدخل. فأحد الصحابة قال بقى الرجل ده هيخش الجنة إزاي؟ وإيه اللي خليه يخش الجنة؟ فراح يبيت عنده في البيت، لا ما بيعملش حاجة خالص أكتر من إنه بيقوم بالأمور العادية اللي كل واحد منا بيعملها، كل واحد منا بيعملها. فقال عنده اليوم الأولاني ما عملش حاجة فيها خارقة، ما مسكش القرآن وخلصه في ليلة، أو مسك أو قعد يقيم الليل طول الليل، أو قعد يعيط ويدعي، لا عادي. ثالث يوم مشي. فبيسأله الراجل، قال له يعني انا جيت هنا وقلت لك ان انا في مشكله بيني وبين ابويا، لكن ما كانش في مشكله، انا جيت عشان اشوفك إيه كيف قال الرسول صلى الله عليه وسلم انك من اهل الجنه. قال له انا ما بعملش اكثر من اللي انت شفته. قال له ياه، قال له الا، قال له ايوه انا عايز الا دي، الا ان انا لما باجي انام بالليل في السرير بتاعي او على الارض بتاعتي
بشيل كل الضغينة والحقد وكل الأمراض دي من قلبي، يكون قلبي سليم وصدري سليم على كل الناس. قال له هي دي، ودي أصعب ما في الحياة، أن لا يكون في قلوبنا ذرة من كره أو بغض أو سوء ظن، ها، أو حقد أو حسد أو إلى آخره. هي دي، لأن فساد ذات البين زي ما احنا عارفين كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنها الحالقة التي لا تحلق الرأس ولكنها تحلق الدين. ده أول خطوة في أو أول خطوة في أسباب النجاح المجتمعي، أن يكون قلبي وقلبك وقلبي وقلبك وقلبي وقلوبكم سليم للناس اللي احنا بنخدمهم، وده اللي هيخلي الناس تؤمن بيك وتقف جنبك وتساعدك وتساعدك وتحبك وتحبك. ليه؟ لأن سلامة الصدر دي هي المجمعة للمجتمعات وللبشر حولك، وهي من أصعب التحديات أمام أي عامل مجتمعي وأي عامل يعمل في داخل المجتمع ويتصدى للمشاكل المجتمعية مع النساء، مع الأطفال، مع المرضى، مع العجزة، مع المحتاجين، مع النازحين، مع اللاجئين، مع المشردين، مع الأسر الأسرى، مع المساجد، إلى آخره إلى آخره. سلامة الصدر نمرة واحد. انتوا بتقولوا لي ليه، يمكن تسألوا انا ليه عملت النهار من النهارده معكوس؟ لان قوة المال وسلطان الجاه اخر حاجة مفكر فيها، حطيتها في قاعة الايه، القاع الايه، قاع الهرم. اما في القمة هي سلامة الصدر زي ما احنا اتكلمنا عنها من دقايق. نمرة اتنين، ان انا تكون نيتي حسنة. عارفين الاحسان يعني ايه؟ أن نعبد الله كأننا نراه، فإن لم نكن نراه فإنه يرانا. الإحسان في كل عمل بنقوله، في النية اللي كل يوم بنقول نجدد نوايانا. أنا خارج النهاردة الصبحية علشان إيه؟ نيتي إن أنا خارج علشان أزور أسرة فيها أيتام، فيها أرامل، فيها مساكين، فيها فقراء، فيها مرضى. فأنا خارج ونيتي حسنة لكي أزور هذه الأسرة أو هذا المريض أو هذا المحتاج إلى آخره إلى آخره. فلا بد النية فقط، مش تكون نية، لابد أن أحسن التعامل مع نيتي من خلال سلامة صدري. دي نمرة واحد. ونمرة اتنين، يعني القصة بتاعت الرجل اللي احنا شفناها في الأول ده مفيش بيني وبينه أي علاقة، إلا إنه في يوم من الأيام قال يا رب أنا مش عايز أموت قبل إيه ما اشوف فلان الفلاني. قد يكون فلان الفلاني ده هو احدكم انتم. قد تكون انت يا اختي او انت يا اخي رحتوا وسمع عنكم ناس انه ساعدتوا ناس وتمنوا انهم يروكم ويخالطوكم ويجالسوكم ويتحدثوا اليكم ودعوا اليكم بظهر الغيب ودعوا اليكم لكي يحمي الله سبحانه وتعالى، ان يحميكم انتم وذويكم ويطيل في أعماركم ويسدد خطاكم ويبارك في أرزاقكم وفي أولادكم وفي صحتكم، لا تدرون من يدعو لكم. وده بيأتي من سلامة الصدر وإحسان النية الأولى. نمرة اتنين تلاتة، نخلص النية. احنا بنعمل الأمر ده لمين؟ أنا بعمله عشان عايز أخد وظيفة، أو أنا بعمله عشان عايز أخد علاوة، أو أنا بعمله عشان أطلع في التلفزيون، وانا بعمله عشان يجيني عدد من اللايكس والهاشتاج كتيرة والناس تتكلم عني، او انا بعمله عشان ايه اتقدم بيه لواحدة اتجوزها او لواحدة اتجوزه الى اخره، او انا بعمله عشان الناس يقولوا عليا ان انا انسان ممتاز، ان انا نصير الفقراء، نصير الغلابة. كل دي ما فيهاش اخلاص للنية. من كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لامرأة ينكحها أو تجارة أو إلى آخره فهجرته إلى مهاجر. فالنية هنا تكون خدمة الناس ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، ابتغاء مرضات الله. يبقى إخلاص النية بعد إحسان النية لله سبحانه وتعالى، إخلاص النية بعد إحسان النية لمن؟ لله سبحانه وتعالى. فاهمين يا شباب؟ العملية مش عملية جدعانة، أنا هجيب شهادة من هنا
من كامبريدج ولا من أكسفورد ولا مش عارف من جامعة القاهرة ولا من جامعة الرياض ولا من جامعة سربون ولا من جامعة هارفارد، كل ده ولا مؤاخذة بدون الأساسيات اللي في داخل قلبك أنت فنكوش، وأنت فنكوشة متفنكشة، وكلكم متفنكشون معايا. النقطة الرابعة إحسان العمل. إذا عمل أحدكم عملا فليتقنه، الإتقان إحسان في كل شيء. أنا رحت أوصل المية لقرية من القرى وأنا بأخذ عليها أجر، فلابد أن أجلس إلى أن أتأكد أن المواسير التي وضعتها هي مواسير صالحة وتستطيع أن تحافظ على المياه وتستطيع أنها تبقى أكبر مدة لخدمة هذه القرية. أنا عايز أروح أدرس للأطفال، فبقف في الفصل لغاية ما أشعر أن الطفل والطفلة فهموا كل شيء، ما بقفش عشان في جرس حصة بيتعمل. أنا بقعد أعلم الناس شيء في وعي، برفع وعيهم، أو رايح أكشف على غلابة، ناس غلابة في مخيمات، أو فأنا بقعد معهم الجلسة الكاملة علشان أسمع منهم كل آلامهم اللي بيعانوا منها لكي أستطيع أن أكتب لهم الدواء. فأحسن في الكشف، أحسن في التدريس، أحسن في الإصغاء إلى حاجياتهم، أحسن في العمل، أحسن في بناء البيوت اللي هم اللي احنا بنبنيها لهم، أو بناء الخيام اللي احنا بنبنيها لهم، أو بناء المخيمات اللي احنا بنبنيها إلى آخره إلى آخره. فالإحسان في كل شيء، مش لأن ده مال عام يبقى مال سايب، مش لأن ده مال عام يبقى مال ومال فقراء ومساكين ومحدش هيسأل يبقى مال سايب، حرام ثم حرام ثم حرام. إحسان العمل. النقطة الرابعة ودي أو الخامسة، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، اللي هي التواضع وخفض الجناح، ودي خطيرة وترجع لسلامة الصدر في الأول. ما مثلش على الناس، أعيش بأريحيتي، أكون بين الفقراء، وهكذا الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا ها أنه دعا الله سبحانه وتعالى أن يحشره في زمرة المساكين، وهكذا كانت دعوة كل رسول وكل نبي من الأنبياء، أتوا لينقذوا هؤلاء الفقراء والمساكين والمحتاجين من الظلم والطغاة وجور السلطان ومن كبرياء اللي هم الأمراء والرؤساء والوزراء إلى آخره. فلابد أنا أكون في شخصيتي الداخلية حب التواضع وخفض الجناح إلى من هم دوني، ولا أشعرهم بأنني أعلى منهم في أي شيء، لا في العلم ولا في الملبس ولا في الكلام ولا في المظهر ولا في الحركات ولا في اللغات اللي أنا بتكلمها، أبدا. أقعد في وسطهم كأني منهم، لأن أنا منهم، لأنهم هم اللي بيصرفوا عليا، هم اللي يدفعوا لي المرتب، هم اللي جابوني عندهم من أموالهم اللي بيتبرعوا بها المتبرعين لمؤسستي علشان أصل إليهم. تواضع وخفض الجناح. النقطة السادسة اللي هي ان انا احب ان اخالط الفقراء، مش بروح كوظيفة بقى يا عم خلا بلا قرف انا رايح دلوقتي والبيوت دي معفنة وفيها دبان وريحتهم منيلة بعيد 60 ميلة، لا، انا رايح هناك وانا بحب العمل، وبحب حينما ارى انني ازور منزلا غير نظيفا انظفه، زي ما كان سيدنا ابو بكر وسيدنا عمر بيتبارك على انهم يروحوا ينظفوا بيت المرأة العجوز البصيرة. احب ان انا اكون معهم، واحب اخالطهم، ها احب اخالط الفقراء، ها يعني انا بقى يعني شوف هي ماشيه ازاي، بنظف قلبي من فوق واحسن النيه واحسن واخلص النيه واحسن العمل واتواضع واخلص النيه، واحب مخالطه الفقراء. مش العمليه مش وظيفه، مش احنا ساعتين بقى هنقضيهم بقى وخلاص يلا يا عم واقلب الصفحه، لا، ده حب تذهب الى من تحب لتبقى مع ان تحب ولتعمل ما تحب لمن تحب. وبعدين نحل بقى الحته الحلوه الاخيره من السبعه دي، وبالك اللي هي حب قضاء حوائج الفقراء والمساكين، ودي كنت احنا فاكرين فيه حديث او مثل
سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما دخل المسجد النبوي الشريف ولقى راجل معتكف، معتكف يعني في رمضان، ها؟ فقال له: لقد سمعت صاحب هذا المقام رسول صلى الله عليه وسلم يقول: من خرج في حاجة أبيه خير له من أن يعتكف في مسجدي هذا شهر أو شهرين على حسب الرواية. الاعتكاف في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم الصلاة بألف صلاة، وفي رمضان والله يضاعف لمن يشاء وقيام الليل بقى، لكن كونك تسيب الاعتكاف اللي هو المجهود الشخصي والعبادة الشخصية إلى أن تخرج في قضاء حوائج المساكين والفقراء التي الذي ليس بينك وبينهم أي رابط، كما كان أخونا اللي أنتم اللي يمكن بعضكم ما شافوهوش دلوقتي، اللي هو ده كان بيدعو الله سبحانه وتعالى أن يرى فلان الفلاني، بالك مفيش أي رابط، مفيش أي رابط، ها؟ أنك تخرج في قضاء حاجات المساكين والفقراء خير لك من أن تعتكف في مسجدي هذا. ده البناء المجتمعي اللي أكد عليه المعلم صلى الله عليه وسلم، المعلم الذي نفتخر به في الدنيا والآخرة صلى الله عليه وسلم. يبقى قضاء حوائج المساكين، تحب أن تقضي حوائج المساكين. النقطة اللي بعد كده هي التامنة أو التاسعة، بناء الصف الداخلي والشركات الخارجية. يعني ممكن احنا قاعدين مع بعض في جمعية واحدة أو في شركة واحدة أو في مصنع واحد، لابد أن نتحول من موظفين إلى لحمة تستطيع أن تحافظ على الشركة، أن تحافظ على المؤسسة، أن تحافظ على الجمعية، أن تحافظ على كل المصنع إلى آخره إلى آخره. ما يكونش الضغينة والبغضاء والحقد والحسد تفرق منهم بعضها فتنهار الشركة وتنهار الجمعية وتنهار المؤسسة وتنهار المصنع إلى آخره، وتنهار الدولة وتنهار الوطن وتنهار المجتمع إلى آخره. ونرجع مرة أخرى نشوف إن إحنا في الداخل لابد إحنا كأفراد نبني الصف الداخلي، نكون متغافرين متسامحين متكاملين، عندنا شفافية عالية بيننا وبين زملائنا في الجمعية، زملائنا في المدرسة، زملائنا في المصنع وزميلاتنا في المصنع، وإلا هيبقى العملية مفيش إنتاج، هيضعف الإنتاج وتفكك المجتمعات. بناء الصف الداخلي والشركات الخارجية. اللي بعدها عندنا إدارة عليا نحترمها، نحترمها ونناقشها، لكن مجرد ما بناخد القرار لابد بنلتزم به طالما أصبح قرار وافق عليه الجميع، حتى لو لم يكن على هوايا، حتى لو لم يكن على هوايا. زي احنا بنلعب في فرق، انتم بتحبوا كلكم كرة القدم، نلعب في كرة القدم، اللعيب الحريف اللي فاكر نفسه انه هيدخل الجون وياخد الكرة من الجون للجون يدخلها، واللي انه احسن واحد ممكن يدخلها مرة لكن مش هيدخلها كل مرة، لابد يعلم ان هو لعبة كرة القدم كفريق وليه قيادة وليه مرجعية، لعبة كرة السلة كفريق، لعبة الكرة الطائرة كفريق، وهكذا، والهوكي وكل الحاجات دي كلها والكريكت الى اخره الى اخره، وانا جزء من هذا الفريق وليه كابتن في الفريق، ها؟ فلذلك واحنا بنبص الاسباب العشرة او الحداشر سبب للنجاح المجتمعي، فلابد ان احنا نلتزم بالادارة العليا بعد ان نناقشها، من حقنا ان نناقشها في كل شيء، لكن مجرد ان ناخذ القرار فاذا عزمت فتوكل على الله، مجرد ما اخذنا القرار يبقى نتوكل على الله ونمشي في مسيرة واحدة، مش واحد يمشي كده واحد يمشي كده واحد يمشي كده واحد يمشي كده، مش هيكون في محصلة قوية لكي نصل الى النتيجة المرجوة. التزام بالادارة العليا والتزام ببناء الصف الداخلي. النقطة اللي بعدها اللي هو العلم والتعلم. العلم هنا علمين، في علم دنيوي نستطيع أن ندير به المجتمعات، ونستطيع أن ندير به الشركات، ونستطيع أن نخرج به النظريات والأبحاث إلى آخره إلى آخره، والاكتشافات في الجغرافيا، في المعادن، في الحساب، في الرياضيات، في كذا في كذا في كذا في كذا، في التجارة، في الصناعة، في الإعلام إلى آخره، وعلم آخر لدني، وعلم ديني، علم ديني، علم فقهي، علم أخلاقي، علم قيمي، ها؟
علم عقيدي، فالاثنين لابد أن نبني شخصيتنا بناء على العلمين، مش علم واحد بس. لابد يكون عندنا ورع وتقوى وخشية، ها، من العلم القيمي العقيدي الأخلاقي، ها، الديني. ولابد لنا حرفية من العلم المادي الذي نستطيع أن نبني به حضارات، نبني أهرامات، نشق الأنهار، نبني البحيرات، نبني المدارس، نبني المصانع، ننتج، نكتشف المعادن إلى آخره إلى آخره، ننتج المحاصيل، ننتج كذا ننتج كذا. فلابد أن نتعلم العلمين، كان عندي دراية بالعلمين، علم ينقي صدري ويزكي نفسي، وعلم يجعلني قوي في المجتمع وقادر على بناء مجتمع. أما النقطة الأخيرة خالص خالص، اللي هو المال والسلطان والجاه، وده لو جالنا قبل ما نحط العشر نقط اللي قبليه دول، هنضيع المال وهنضيع الجاه وهنضيع السلطان وهنتشرذم. ليه؟ لأن قاعدة إنفاق المال هي التقوى وسلامة الصدر والنقط كلها اللي احنا قلناها دي كلها. فلا تحسبن يا بني أو يا بنيتي إنكم لأنكم تخرجتوا من هارفارد وتخرجتوا من كامبريدج وتخرجتوا من أكسفورد وتخرجتوا من كل هذه الجامعات المرموقة أنكم وصلتوا لقمة الهرم. هنا قاع الهرم بالنسبة لي، هنا قاع الهرم. قمة الهرم هي أن تبدأ بسلامة الصدر، ودي أصعب نقطة لم ينجو منها الحواريين، حواري عيسى وموسى عليهم السلام، أو صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، أو الصالحين، لم ينجوا منها. بل حتى أولي العزم من الرسل كان لهم بعضهم كان ليه بعض التجاوزات في التصرفات بتاعته، إلا المصطفى صلى الله عليه وسلم، إلا المصطفى عليه الصلاة والسلام. خد بالك، ما ينطق عن هوى إن هو إله يوحى علمه شهيد القوى. فلذلك لما نرجع مرة أخرى، مجاهدة النفس دي هي قمة الهرم المعكوس، هي قمة البناء المجتمعي، ها، من تحت لفوق. لكن أنا حطيتها فوق عشان تعرف يا خريج كامبريدج ويا خريج أكسفورد ويا خريج الشهادات المفخفخة والجميلة واللي كذا واللي كذا واللي كذا، إن من غير قلبك الحتة الصغيرة دي كلها اللي في صدرك، كل عملك قد يؤدي إلى جهنم والعياذ بالله. فنرجع مرة أخرى للعشر نقاط والأمراض القلب، لأننا في نقطة في دقيقتين من أمراض القلوب اللي احنا هنرجع نتكلم عنها بسرعة كده سريعا بعد ما نشوف الرجل الكريم ده اللي أنا بهديله المحاضرة اليوم. أن نتغلب على أمراض القلوب اللي من الحسد والحقد والغل والغلول والغيبة والنميمة والكذب والنفاق والخداع والمرأة والبهتان والضغينة والبغضاء والرياء والعجب والخيلاء والكبرياء وفساد ذات البين. دي نمرة واحد اللي هي في سلامة الصدر. نمرة اثنين إحسان النية، إحسان الإخلاص النية، إحسان العمل، التواضع وخفض الجناح، حب مخالطة الفقراء والمساكين، حب قضاء حوائج الفقراء والمساكين، بناء الصف الداخلي والشراكات الداخلية والخارجية، الالتزام بالإدارة العليا، تعلم العلوم المختلفة، علوم الدينية والعلوم اللي هي المادية العلمية، ثم قوة المال. وعمرنا ما نقف عند هنا، دايما نحط في قاعدة عملنا وبنائنا المجتمعات ماذا بعد؟ ماذا بعد دي بتخلينا في كل حين وفي كل مكان وفي كل ثقافة مختلفة في كل مجتمع نفكر في ماذا بعد. حذاري أن نقف عند القمة ولا نفكر في ماذا بعد. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم لاستماعكم، وإن شاء الله الساعة واحدة هيكون نفس الكلمة بالإنجليزي. Thank you very much and keep tuned 1 o'clock إن شاء الله UK time London time about 4 o'clock Mecca time will be the same talk in English. I see you then, inshallah. May Allah bless you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.